بمدينة طنجة ازداد أحد رواد المسرح المغربي عمل على تجديده وإغنائه على مدار 50 سنة من العمل الفني عبر مئات الأعمال التلفزيونية والمسرحية في إطار فرقة مسرح البدوي، وذلك إلى جانب أخيه الفنان المسرحي عبد الرزاق البدوي، والتي استمرت من سنة 1965 إلى 1995. وعبد القادر البدوي هو أيضا رب عائلة فنية تضم نخبة من الأسماء تساهم في المسرح والسينما والتلفزيون كالفنانة كريمة البدوي والفنانة حسناء البدوي التي تألقت في الدراما المصرية والمخرج محسن البدوي. أما عن مسيرته، ولد عبد القادر البدوي في مدينة طنجة حي المصلى وسط أسرة بسيطة، حيث كان والده عاملا في إحدى الشركات التي نقلت نشاطها إلى الدار البيضاء، مما دفع الأسرة إلى الهجرة نحو العاصمة الاقتصادية لتستقر في حي الأحباس الذي كان طور النشأة. دورة 41. أعتقد أنا كمؤسس أن أعظم دورة كانت في تاريخ هذا المهرجان هي الدورة 41. التلفزيون أولدي قصته قصة طويلة جدا، وهو صورنا أخيرا مسرحية الهاربون، وهذه مسرحية مقتبسة عن كاتب عالمي كبير. ياك الهدف ديالنا هو المنعو رجالنا باش ما يسافروش غدا باش يبقاو معانا، لان با عملنا التليفون بلي غادي يجي وعيبو حشومه يجيو ما يلقاش رجالنا هنا. حشومه وعرفتو راني فكرت لكم فواحد الفكره جهنميه. التحق عبد القادر بمدرسه النجاح في هذا الحي الذي كان يفصل بين حي الاوروبيين وحي البسطاء في درب السلطان، لكنه اضطر لمغادرة المدرسة بعد أن توقف والده عن العمل ليقرر الاشتغال المبكر في مصنع التبغ بدرب مارتيني الذي لا يبعد عن مقر السكنة. سنة 1960 قدم مسرحية الدشر التي كانت مزيجا بين كل المسرحيات التي قدمها قبل هذه الفترة كالعامل المطرود وكفاح العمال والمظلومون وغيرها، والتي كانت جميعها عبارة عن أفكار محدودة. تلقى في التليفونات وإحنا خدامين. واش تي هاد الخدمه اللي خدام انت هي اللي مخليك اللور، لان الناس كلها غترقي الا انت. انا متيقن باللي الترقيه ديال هاد العام انا في الراس القائمه ديالها. فقرر ان يجعل منها مسرحيه ذات ابعاد قويه، حيث اختار أن يتحول شخص من الطبقة العاملة إلى الوزير وينقلب على رفاق الأمس، فأصبح يد الشر التي تضرب حقوق ومصالح الطبقة العاملة، ليكتشف مع تسلسل الأحداث أنه كان مجرد وصولي وانتهازي. واش يا سي؟ راه قالوا لي واحد ما يكذبش. وراه كذب عليك يا سي، راني بحثت على اسمك في حركة الترقيات وما لقيتوش، غائبة مسكين. يمكن وقع شي غلط. اوديش من غلط ابو الفاطمي، ما كاين حتى غلط. ما تطلع ما تخلي لي يطلع. وان واقف لينا هنا حجر عطره، ويمكن يكون هذا غلط مقصود. توزعت الادوار البارزه بين عبد القادر البدوي ومصطفى التومي ومحمد الحبشي وشعيبي العذراوي ونعيم المشرقي ومحمد الخلفي، وكان اول عرض بالمسرح الملكي بدار البيضاء،
تابع طيب الصديقي هذه المسرحية، وكان يجده البدوي ذو توجه فرنكوفوني يمارس مسرحا معاكسا للهوية الوطنية. واستطاع الصديقي استقطاب نعيم المشرقي وشعيبي العدراوي ومحمد الخلفي ومحمد الحبشي ومحمد ناجي ومصطفى الشتيوي. كان هؤلاء الستة يشكلون الأضلاع الرئيسية لمسرحية يد الشر. هذا الرحيل الجماعي جعل البدوي يوقف المسرحية. نهار كبير هذا يا مرحبا. نهار كبير هذا اللي عندنا فيه. هذه يهودة مراتي. بارك الله الصحي. بارك فيك نتمنى عليكم بخير. فين با؟ هو وليدي كيخلص مول الطاكسي. إيه؟ وجاي هو وعمك وبنته. مفاجأة. العائلة كلها جاية. مرحبا بكم. أما في مارس 28 1991 استقبل الحسن الثاني في الديوان الملكي المسرحيين المحترفين من بينهم الفنان البدوي إلى جانب الطيب الصديقي مولاي أحمد بدري عبد الواحد عوزري والعديد من الأسماء الأخرى، وبحضور وزير الدولة مولاي أحمد العلوي، وزير الداخلية والإعلام إدريس البصري، وزير الشؤون الثقافية محمد بن عيسى. عمي قول مسلاني شدي بابك الناس تعدم أرارة تقلتي تقلتي تعدمتم معايا تعدمتم معايا عمي. هذه نبذة صغيرة عن حياة عبد القادر البدوي، غير الذي ذكرناه كانت حياته ممتلئة بالإنجازات والأحداث، رحمه الله. شكرا على متابعتكم وإلى اللقاء.